أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. لآل محمد، لآل محمد أصبحت عبدا، وآل محمد خير البرية. أناس حل فيهم كل خير، مواريث النبوة والوصية. يا آل رسول الله، إليكم كل مكرمة تؤول، إليكم كل مكرمة تؤول، إذا ما قيل جدكم الرسول. وفيكم كل مكرمة تجول، إذا ما قيل أمكم البتول. فلا يبقى لمادحكم بيان، إذا تم الكلام فما أقول. مولد الأطهار للإيمان عيد، كل شيعي بذكراه سعيد. ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى لنا فيه عهود. سادتي وموالي، يا آل رسول الله،
بآل محمد بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. صلاة وتسليم من الله أنور، صلاة وتسليم من الله أنور على المصطفى ما فاح ند وعنبر، رياض العلا بالنور تزهو وتزهر، ومنها بدا عرف شذيان معطر. وأينعت الأغصان من طيب أرضها لآلي وياقوتا ودرا وجوهر، فأكرم بهم من أهل بيت مشرف من الأرجنس والآثام نصا مطهر، أتى مدحهم في الذكر في غير آيتين، مدى الدهر يتلى في الكتاب ويسطر. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومنيف خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نبارك لكم أيها الأحبة ذكرى ولادة الإمام التاسع من أئمة أهل البيت، إنه الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله ببركات هذه الليالي والأيام أن يمن علينا وعليكم بقضاء الحوائج وقبول الأعمال وغفران الذنوب وباستجابة الدعوة، إنه لما يشاء قدير. الله سبحانه وتعالى جعل مقام الإمامة مقاما شامخا عاليا شاهقا لا يصل إليه أي إنسان إلا عندما يمر بمجموعة من المراحل ومجموعة من الحقب والابتلاءات، عند ذلك يوسم بوسام الإمامة، وإن دل على شيء فإنما يدل ذلك على أهمية هذا الموقع وقدسية هذا الموقع وخطورة هذا المنصب، لذلك لا يحصل عليه أي إنسان. وهذا القرآن الكريم بيّن لنا هذه الحقيقة. شوف القرآن إذا تكلم عن قضية نبي الله إبراهيم يذكر لنا القرآن بأن إبراهيم لم يوسم بوسام الإمامة إلا بعد أن مر بمجموعة من الابتلاءات، لما أتم هذه الابتلاءات وأتقن النجاح فيها أوسم عند ذلك بوسام الإمامة. ويقول المفسرون لم يحصل إبراهيم على هذا المقام إلا في أواخر عمره، بعد ما قطع شوط طويل من الابتلاءات والامتحانات يا الله حصل على هذا المنصب.
إذن هو مقام رباني إلهي عظيم، لذلك يعد أصل من أصول الدين. الإمامة أصل من أصول الدين، لا يكتمل إيمان المؤمن ما لم يعتقد بهذا الأصل وهو أصل الإمامة. من هنا نجد أن الإصرار على مسألة الإمامة وأهمية وجود الإمام في كل زمان ومكان أمر قد تسالمت عليه الروايات وتكثرت حوله الآيات. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لو لم يبق على الدنيا إلا رجلان أو على الأرض إلا رجلان لكان أحدهما حج على الآخر. يعني شو معناته؟ يعني لابد أن يكون هناك إمام موجود على ظهر هذه البسيطة، ولو خليت الأرض من وجود إمام لساخت بمن عليها. لكن هذا الأمر أيها الأحبة يثير الانتباه، يكون الإمام إماما وهو في سن الصبا؟ يكون الإمام إماما وهو دون سن العاشرة؟ إذا كان هذا المنصب منصب إلهي عظيم، منصب رباني خطير، منصب لا يحظى به إنسان إلا بعد أن يمر بمجموعة من الامتحانات والابتلاءات، كيف يكون الإمام الذي هو في هذا المنصب عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين؟ هذه القضية أيها الأحبة كانت في شيء من الشبهة والريبة والشك عند الناس. الآن في زماننا هذا ولبعدنا عن زمن الناس صار الأمر عندنا شبه معقول ومتعقل، لكن في ذاك الزمان في تلك الفترة الناس ما متعودين يشوفون هذا الوضع. إمام حج على وجه الأرض تؤول إليه مقاليد الإمام عمره 5 سنين صغير قد واحد من هالأطفال، معقول يعني هذا الشيء يصير؟ يمكن أن يعقل؟ فكان الناس أيها الأحبة يتوجهوا إلى الأئمة فيسألوهم عن علائم الإمام، دلائل الإمام، شرائط الإمام، حتى إذا انطبقت عند أي إنسان من الناس حق لنا أن نقول بإمامته. من هنا نجد الإمام الرضا سلام الله عليه وهو والد الإمام الجواد يتساءل أحد الموالين عنده عن هذا الأمر، يقول له: يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟ يجي واحد يدعي الإمامة، كيف نحن نتفحص صدق دعواه في نفسه؟ في شيء، في معايير، في مقاييس، في أمور إذا تحققت عنده حق لنا أن نقول بإمامته؟ قال له الإمام: إيه. قال لزين سيدي، إذن بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟ فقال له الإمام الرضا، شوف الرواية وهي موجودة في بحار الأنوار، قال الإمام له: تصح الإمامة لمدعيها بالنص وبالدلائل. أي واحد كبير كان أو صغير، طفل كان أو يافع أو هرم، إذا توافرت عنده نص ودلائل تدل على إمامته كان إماما. هذه النصوص لابد أن تكون نصوص صريحة ثابتة واضحة فيها بيان على أن هذا هو الإمام. أولا، اثنين، وجود دلائل تدل على إمامته، يكون مزود بدلائل. هذا السائل الذي سأل الإمام الرضا كأنما ما فهم معنى الدلائل، شو المقصود بالدلائل؟ فقال له: يا ابن رسول الله، دلالة الإمام فيما هي؟ النص فهمنا، لكن دلالة الإمام أو الدلائل ما هي هذه؟ الدلالة الإمام فيما هي؟ يعني ما هي دلالة الإمام؟ فقال له الإمام الرضا: بالعلم واستجابة الدعوة. تريد تطلع على دلالة إمام من الأئمة لابد أن يتمتع بعلم غزير، فلا يسأل عن مسألة إلا ويجيب عنها، ما يسأل عن مسألة في أي قضية من القضايا إلا ويتقن جوابها. هذا واحد. بعد، اثنين،
واستجابة الدعوة، دعاؤه ليس بينه وبين السماء حجاب، فإذا دعا إلى أحد أو دعا على أحد فإن دعاءه مستجاب. هذا الرجل السائل كأنما أراد أن يستوضح أمرا آخر من دلائل الإمامة، فقال يا ابن رسول الله، يقصد الإمام الرضا، يا ابن رسول الله، وماذا عن إخباركم بما في قلوب الناس؟ شو تقول أنت يا ابن رسول الله عن هالقضية؟ ماذا عن إقبالكم بما إخباركم بما في قلوب الناس؟ فأجابه الإمام سلام الله عليه، قال له يا هذا، أو ما بلغك قول جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر، أحسنت، بعين الله وفي قول بنور الله، ألم تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ ثم قال الإمام نحن المتوسمون. التوسم هي الفراسة، والفراسة هو أن يقرأ الإنسان باطن الشخص الذي أمامه، أشوفه وأعلم ما يدور في قلبه وفي رأسه، هذا يسمونه توسم، فراسة، يعرف ما خلف نفسية هذا الإنسان. إذن الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الرواية بيّن لنا المعايير التي من خلالها يمكن أن نتعرف على الإمام. قال شنو؟ قال أمرين: وجود نصوص دالة على إمامته، ووجود دلائل دالة على إمامته. شنو هالدلائل؟ ذكر ثلاثة نماذج منها: أولا يكون مزود بعلم غزير لدني، اثنين أن له دعوة مستجابة، ثلاثة أنه يعلم ما يدور في قلوب الناس، أي أنه يتمتع بالقدرة على التوسم. تعال إلى الإمام الجواد صاحب هذه الليلة، تقلد مقاليد الإمامة في باكورة عمره حيث كان صبيا آنذاك، ما كان كبير السن، الناس ارتابوا في إمامته وشكوا في إمامته، كيف يكون إمام وهو أول الأئمة استلاما لزمام الإمامة في مرحلة الطفولة والصبا؟ أول إمام استلم زمام الإمامة وهو في مرحلة الصبا هو الإمام الجواد، ثم من بعده جاء الإمام الهادي ولده وكان أيضا عمر 8 سنوات، ثم جاء الإمام صاحب العصر والزمان واستلم زمام الإمامة وله من العمر 5 سنوات. لكن أول إمام يستلم زمام الإمامة في هالتسلسل القديس الشريف هو الإمام الجواد، استلم زمام الإمامة في مرحلة الصبا. زين، تعال شوف هذه الصفات وهذه الشرائط متوفرة عنده، جامع لشرائط الإمامة لولا؟ أولا وجود النص، هل هو مزود بنص ينص على إمامته؟ نعم، النصوص على إمامة الإمام كثيرة، منها ما ورد من السماء، ومنها ما ورد على لسان رسول الله، ومنها ما ورد على لسان الإمام الرضا. تعال إلى ما ورد عن السماء وعن رسول الله، الرواية موجودة عندنا في كتاب الغرفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام نزل عليه جبرائيل وبيده لوح فيه 12 خاتم، لوح فيه 12 خاتم، سلمه رسول الله إلى فاطمة، فاطمة سلمته إلى أمير المؤمنين، قال رسول الله لعلي: يا علي، إن أنا موت فعليك بفض الخاتم الأول وبالعمل بما تحته، أنا أتيسر أمضي إلى ربي، ألتحق بالباري إلى الرفيق الأعلى، أنت تأخذ هذا اللوح وتأخذ أول خاتم، تفضه تفتحه وتعمل بما تحته، تحته موجود كل المسؤوليات وكل المهام وكل الوظائف التي سوف تؤديها في فترة إمامتك، كل شيء موجود فيه تحت الخاتم هذا. ثم من بعدك سلم هذا اللوح إلى ولدك الحسن فعليه بفض الخاتم الثاني وبالعمل بما تحته، ثم من بعده إلى أخيه الحسين فعليه بفض الخاتم الثالث وبالعمل بما تحته، ثم من بعده إلى ولده علي بن الحسين زين العابدين، ثم من بعده إلى محمد بن علي الباقر، وهكذا وصولا إلى الإمام الجواد انتهاء بقائم آل محمد.
هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على وجود نص ثابت من السماء عن طريق هذا اللوح بأن الإمام من بعد الإمام الرضا إلى ولده الإمام الجواد، ومن الإمام الجواد إلى ولده الإمام الهادي، وهكذا. كل إمام له خاتم محدد. فلذلك شوف أنت كل أئمتنا، كل إمام إذا تقرأ في سيرته له خاتم خاص، وعلى الخاتم نقش خاص. شوف تقرأ في سيرته، هذا الإمام نقش خاتمه توكلت على الله، هذا الإمام نقش خاتمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذاك نقش خاتمه مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. كل إمام إلى خاتم خاص، وخاتم ما لمنقوش عليه نقش خاص له علاقة بإمامته. هذا دليل واضح. بعد خذ دليل من الإمام الرضا سلام الله عليه، رجل اسمه صفوان بن يحيى، يقول دخلت على الإمام بعدما ولد له أبو جعفر، يعني الإمام الجواد، فقلت له يا ابن رسول الله كنا نسألك متى يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول إن الله سيهبني أبا جعفر، يعني بيجي يوم من الأيام ويشوفون خليفتي من بعدي، الإمام من بعدي. لأن الإمام الرضا تميز في سيرته بأنه بلغ سن 40 ولم ينجب له ولد، قدم به السن ولم ينجب له ذرية، وما أنجب له إلا بعد 40 من عمره أنجب له الإمام الجواد سلام الله عليه، وما عند بعد ذكر آخر غير الإمام الجواد. فلذلك يقولون والله العالم أنه من توسل بالإمام الرضا في نيل الذرية فإنه أول ما يرزق يرزق بولد. شنو الرابط؟ الله أعلم. فالإمام الرضا سلام الله عليه تقدم به السن فبلغ 40، لم ينجب له إلا بعد 40 أنجب له بالإمام الجواد سلام الله عليه. هذا دخل صفوان بن يحيى بعد ما ولد الإمام الجواد، قال احنا كنا نسألك فكنت تقول سوف يهبني الله أو سيهبني الله أبا جعفر، وها قد أقر الله عيوننا، الحمد لله كوجا أبو جعفر إلى عالم الدنيا. ذاك الحين كان عمر الإمام الجواد في تلك الفترة 3 سنوات. فقال له هذا السائل صفوان بن يحيى، قال له يا ابن رسول الله إذا كان كون ولا أرانا الله فيك مكروه، لكن إذا كان كون فإلى من الإمام من بعدك؟ فأشار الإمام إلى ولده الجواد، قال إلى ابني محمد، هذا إلى أبي جعفر. يقول السائل فسألت الإمام قلت له يا ابن رسول الله أيكون إماما وهو ابن 3 سنوات؟ 3 سنين صير إمام. فقال له الإمام الرضا وما يضره وقد قام بالأمر عيسى بن مريم وهو في سن دون 3 سنوات، عيسى وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني صار حج على أمته، وإن لم يستلم زمام ومقاليد النبوة إلا بعد أن بلغ من العمر ما بلغ، لكن يبقى أنه كان حجة وإمام، أو عفوا كان حجة ونبي وهو في المهدي صبي. هذا أيضا فيها هذه الرواية دلالة على أن الإمامة من بعد الإمام الرضا تكون في من؟ تكون في الإمام الجواد. والأدلة والنصوص كثيرة التي تدل على إمامة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. يقول المعمر بن خلاد كنا مرة من المرات جلوس مع الإمام الرضا، وإذا نحن نتناقش في مسألة من المسائل فدخل علينا الإمام الرضا، كان قايم ورجع مرة ثانية، دخل علينا قال ما حاجتكم لهذا النقاش؟ ليش هالنقاش هذا صاير بينكم؟ ما حاجتكم لهذا وفيكم أبو جعفر، يقصد ولده الجواد، وفيكم أبو جعفر، فإنني أجلسته مجلسي وصيرته في مكاني. تتناقشون وعندكم الإمام وهو الإمام الجواد آنذاك، عندكم أبو جعفر بعد قاعد تتناقشون ليش؟ اسألوه استفيدوا من علمه. هذا أيضا فيه دلالة على الإمام من بعد الإمام رضا إلى الإمام الجواد، صيرته في مكاني وأجلسته مجلسي، يعني صرت أنا إمام وهو من بعدي يأتي فيكون إماما.
هذا العلائم، دلائل الأولى على الإمامة، شرائط الإمامة أن يكون مزود بنص. اثنين قال الإمام الرضا بعد وبالدلائل. زين شنو هالدلائل؟ ذكر ثلاثة نماذج. النموذج الأول قال بالعلم، أن يكون الإمام مزودا بعلم لديني غزير فلا يسأل عن مسألة إلا ويجيب عنها، أي سؤال لا يتلكأ الإمام في الإجابة عنه. وبالفعل الإمام الجواد سلام الله عليه كان الناس يدخلون عليه فيسألونه المسائل فيجيب عنها بجدارة واقتدار. وعندك قضية ما تقول في محرم قتل صيد، وتعرف قضية السارق، وكل ذلك فيه دلالة على علمية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مزود بعلم من السماء، وأن العلم في قلبه وهو يلهم العلم إلهاما. هذه الدلالة الأولى. دلالة الثانية استجابة الدعوة، إذا دعا لأحد أو على أحد فإن دعاءه مستجاب. يقول محمد ابن أرومة، يقول المعتصم العباسي جمع وزراءه وقال لهم أريدكم أن تكتبوا كتبا على أبي جعفر الجواد، وتدعوا أن هذه الكتب هو الذي كتبها وهو يدعو إلى الانقلاب على الدولة العباسية، يريد يفتك بالدولة العباسية ويسوي انقلاب، عملية انقلاب، وهذه الكتب أنتم تكتبونها عشان أنا الآن أجيبه وأتكلم معه بذلك الكلام، فتخرجوا أنتم وتشهدوا بهذه الشهادات فيحكم عليه بالإعدام ونتخلص منه ونفتاك. شقولكم؟ قالوا والله فكرة ممتازة، احنا في أمرك وزراء. فكتب كل واحد منهم كتاب وختمه بخاتم مزور يدعي فيه أن الجواد أعطاه هذا الكتاب وريد يسوي الجواد انقلاب. الإمام نادى على الإمام الجواد، عفوا المعتصم نادى على الإمام الجواد حتى مثل الجواد بين يديه، فقال له يا أبا جعفر تريد أن تهدم دولتي وتريد أن تأخذ الحكم من عندنا من العباسيين؟ قال له الإمام والله لم أفعل ذلك. قال له بل فعلت وإن هناك شهود يشهدوا عليك. قال له وين هالشهود؟ جيبهم. فنادى المعتصم على وزرائه وخرجوا متسللين واحد تلو الآخر وكل واحد في ده كتاب. فقال لهم المعتصم أنتم تشهدون بأن أبا جعفر يريد أن يقوض سلطاننا؟ كلهم كلمة واحدة قالوا هي نعم. وما هو الدليل؟ قالوا هذه الكتب. الإمام الجواد التفت إليهم ثم رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إن كذبوا علي فخذهم. يقول من حضر وإذا بذلك المكان يرتجف ويأخذ الناس يمينا وشمالا كأنها سفينة في مهب الرياح في لجج البحر، حتى لو أن واحد منهم قام وقع على الأرض لا يتمكن من أن يصطلب وهو واقف. فالتفت المعتصم إلى الإمام قال تبت يا ابن رسول الله، والله إن ذلك كذب، بس خلى المكان يهدأ أكو صارت الرجفة. فالتفت الإمام قال اللهم سكن المكان، أسكنه اللهم أسكنه، فسكن المكان. اللهم صل وسلم على محمد. دعاء الإمام على أحد أو لأحد مستجاب. بعد رجل اسمه محمد بن عمير يقول أصيب أخي، والرواية موجودة في بحار الأنوار، يقول أصيب أخي بمرض البرص، صار جسمه كله فيه برص، فدخلنا على الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه فشكوت له الحال، قلت يا ابن رسول الله هذا أخي أصيب بمرض البرص وذاك وجهه كلش متكسف حالة لله كذا، فادعو الله واسأله أن يعافى. فقال الإمام سوف أفعل إن شاء الله. رفع الإمام يده وسأل ربه أن يعافى هذا
الرجل من مرض البرص يقول محمد بن عمير: والله ما خرجنا من دار الإمام إلا وقد عوفي أخي من البرص ولم يرجع إليه هذا المرض إلى أن مات. إذن للإمام دعوة مستجابة، هذه دالة على إمامته وحجيته على الأرض، أن السماء لا تتوقف في إجابة دعوته لأحد أو على أحد. بعد من علائم ودلائل الإمام التوسم، وهو التفرس في الوجوه ومعرفة ما يدور في القلب. عند قدرة الإمام مزود بقدرة أنه يعلم ما يدور في قلوب الناس. شنو يدور في قلبي، في قلبك، في قلب أي إنسان؟ يعرفه الإمام، لأن إحنا عندنا من صميم العقيدة أن الأعمال تعرض على الإمام في الزمان، أي إمام لأي زمان تعرض عليه أعمال الأمة، فلا تقبل أعمال أحد إلا بعد أن يمضي عليها الإمام. صحيح؟ عدنا في كل أسبوع ليلتين تعرض الأعمال على الإمام، والآن في هذا الزمان تعرض أعمالنا على الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فهو يعلم ما يدور في قلوب الناس، يعلم ما يعرفه الناس، يعلم ما يدور في خلج الناس. دخل رجل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا داخل على الإمام وعند مسائل يريد أن يسألها الإمام حتى يتأكد من إمامته. الإمام التفت له قال: لعلك جئت سائلا تسأل مسائل. قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال: حسبك، أنا أجيبك بما في صدرك. فصار الإمام يتلو عليه سؤالا تلو الآخر ويجيب عن هذا السؤال من دون أن يحتاج ذلك السائل أن يسأل الإمام بالسؤال. يقول له: أنت تريد تقول هالشكل، صحيح هذه مسألتك؟ خذ الجواب، هذا 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 الجواب. وهل مسألة بعد تدور في رأسك؟ خذ هذا الجواب وهل مسألة. وصار يسأل ويجيب الإمام عما في صدر ذلك الرجل. بعد مرة من المرات دخل رجل على الإمام سلام الله عليه، يقول: أنا دخلت على الإمام في صبيحة زواجه بأم الفضل بنت المأمون، رايح أبارك للإمام، بس أنا في الليل كنت متناول دواء وهذا الدواء يسبب عطش، جئت إلى زيارة الإمام جاي أبارك إلى في صباحية العرس، زين، وأنا عطشان، فلما دخلت استحيت أن أطلب من الإمام ماء، جاي أبارك لو قلب عطني ماء، استحيت. يقول: فالتفت إلي الإمام تفرس في وجهي ثم قال: لعلك عطشان، شارب البارحة دواء ومعطش حلقك، لعلك عطشان يا غلام ناوله الماء. فجاء إلي بقدح وشرب. مرة ثانية بعد وأنا قاعد وياه عطشت، فالتفت الإمام إلى غلامه قال: آتنا بالماء له فإنه عطشان. قبل أن يتكلم هذا الرجل كان يعلم الإمام ما يدور في صدره. إذن الإمامة منصب إلهي وتتحقق بالشرائط، فمتى استجمعت هذه الشرائط في شخص كان الإمام والحج على وجه الأرض، والإمام الجواد قد اجتمعت فيه هذه الشرائط رغم صغر سنه. ترى الإمام وافته المنية وله من العمر 25 سنة، أصغر الأئمة عمرا 25 سنة، لكنه كان مزود بالدلائل التي تدل على إمامته، وكانت النصوص الناصة على إمامته كثيرة جدا. ثبتنا الله وإياكم على إمامته ومحبته، ورزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. مولانا جعفر يا محمد بن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا
ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها آل بيت الرسول أشرف آل آل بيت الرسول أشرف آل في الورى أنتم وأشرف سادة أنتم السابقون في كل فخر أسس الله مجدكم وأشاد أنتم للورى شموس وأقمار إذا ما الظلام أرخى سواده أنتم منبع العلوم بلا ريب وللدين قد جعلتم عماده أنتم العروة الوثيقة والحبل الذي نال ماسكوه السعادة أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت في محكم الكتاب أفاده وبتطهير ذاتكم شهد القرآن حقا فيا لها من شهاد من يصلي ولم يصلي عليكم فهو مبد لذي الجلال ذي الجلال عنادا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن وتفضل وبارك على النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عن ابن شهران شوب يقول عن حكيمة بنت الإمام الكاظم ابن النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قالت لما حضرت ولادة خيزران أم الإمام الجواد دعاني الإمام الرضا فقال يا حكيمة احضري ولادتها وأدخلني وإياها والقابل بيتا ووضع لنا مصباح وأغلق الباب علينا فلما أخذها الطلق طفئ المصباح كل ذلك كرامة لابن النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فلما أخذها الطلق طفئ المصباح وكان بين يديها طشت فاغتممت لطفء المصباح فبينما نحن كذلك
إذ وضعت بالإمام الجواد أفضل الحسن والحسين صلوات معصومين صلوات لا صلواتكم غير عن مالة المنامة مو متعودين على هذه الطريقة الظاهر شديها سندتي وردنا كفر كل من تحدانا وردنا تعيش وردنا كفر كل من تحدانا وردنا ونحرمه ساعة المحشر وردنا أهل بيت النبي من شام وردنا يشم ريح جنان الله الشذية وجنة يا من حبكم نعيم لنا تعيش وجنة ولايتكم حصن واقي شيلني وشيلك وجنة يا من حبكم نعيم لنا إيه وجنة ولايتكم حصن واقي وجنة سعيد الملتزم بيكم وجنة هواكم يا هالبنت النبي وآل الزكية تمساك بمسك آل النبي الهادي تمساك دوم بعروة الوثقى تمساك بلهبها الحاطمة لا تضين تمس الخالف الهادي وصية وربنا بفضل آل النبي انشأنا وربنا وشبحنا النظر بس لهم وربنا شمسهم بالفخر تسطع وربنا جعلهم ساده أشرف برية أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآله محمد صلوات علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق
موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري صاحب العصر.